اسمك واسم عائلتك أو رقم سيارتك، وتصبح كافة بياناتك الشخصية مباحة للجميع. لم يعد خاصاً ما يجب أن يكون خاصاً: رقم السجل، رقم بطاقة الهوية، رقم الهاتف الخلوي وغيرها من التفاصيل عن السجل العائلي، الطائفة والمنطقة، عبر برنامج خاص بأرقام السيارات مسرب وبالأحرى من القوى الأمنية أو من خلال موقع إلكتروني غير رسمي. وإضافة إلى ذلك، هناك رقم رباعي ويسمون أنفسهم دليل لبنان، يعطونك أي رقم خلوي مجرد أن تقول لهم الاسم والعائلة. مرحبا، بدي عزبك، فيني أخذ رقم صنعة ريسي؟ أوكي، حشوف لك إياه وبرجع ببعته مسج. أنت بعت لي باي مسج. القصة لا تقف عند التعدي على الحرية الخاصة فحسب، بل هناك العديد من الفتيات تعرضن للمضايقات جراء البيانات المتاحة كما ذكرنا. أنا دلال. مين أعطاك رقمي بس؟ مين؟ سرية المعلومات الشخصية المتاحة للجهات الرسمية وسرية الرقم الخلوي التي يفترض بشركات الخلوي الحفاظ عليها، من يقوم بتسريبها وكيف بالإمكان وضع حد لها؟